خلال لقاء تواصلي نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش بمناسبة الدخول الجامعي 2019-2020، قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيد عبد الأحد الفاسي الفهري إن الحفاظ على التراث المعماري المحلي يقع في صلب دراسات الهندسة المعمارية، وذلك بإعطاء طابع جهوي لمدارس الهندسة المعمارية يمكن من تطوير مسالك مختصة في الهندسة المعمارية المحلية وحماية التراث التاريخي والمعماري لجهات المملكة. التكوين في المدرسة الهندسة المعمارية أساسي لأن مسألة تتعلق عند آثار على ظروف عيش المواطنين، على الجودة ديال الإطار المبني، المهندس المعماريين هما بنات المستقبل في واحد البلد عنده واحد التاريخ في المجال ديال المعمار والهندسة المعمارية، وتاريخ المغرب إلى درجة كبيرة هو التاريخ المعمار ديالو وهنا في مراكش الحمد لله كان مختبر حي. نحن جد سعداء بهذا اليوم الذي يمكن اعتباره عيدا بالنسبة لطلبتنا، حيث قمنا بتنظيم هذا الحدث لفائدة الوافدين الجدد على مدرستنا من مختلف المدن المغربية، ونحن فخورون لكونهم تمكنوا من اجتياز امتحانات ولوج المدرسة والتي تقترح عليهم برنامجا تكوينيا غنيا وجد متنوع. المشاركون في هذه التظاهرة اعتبروا أنه مع هذا المشروع الذي يدخل في إطار تفعيل الجهوية لن تبقى مدارس الهندسة المعمارية لمراكش وفاس وتطوان تعتبر ملحقات وحسب، وإنما مؤسسات باستقلال كامل، حيث أن هذه المبادرة ستضع في صدارة أولوياتها خصوصيات كل جهة. وأبرز المتدخلون أيضا أن الهدف الرئيس من هذه المبادرة هو تثمين التقاليد المعمارية المغربية التي تشهد عليها مختلف الحضارات التي ميزت التاريخ المغربي مع احترام المعايير الدولية والاشتغال على ثقافات العالم والتكنولوجيات الجديدة.